والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي الكريم الذي جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بحول الله وقوته مع قصص الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا من أنباء الغيب ما لا نعلمه إلا عن طريق الوحي. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ومن قصص الغيب التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث مع أنبياء الله تعالى ومع أهليهم ومع أزواجهم، ليكون لنا في ذلك عبرة وأسوة وقدوة. فقصة اليوم حدثت مع نبي الله إسماعيل عليه السلام، عندما كان رضيعا مع أمه، هذه المرأة الصديقة الراضية هاجر رضي الله عنها وأرضاها. معلوم أن إبراهيم عليه السلام تزوج امرأتان، تزوج امرأتين، من هما؟ سارة وهاجر. الأولى كانت سارة. إبراهيم عليه السلام كان يسكن في أرض الشام، في القدس تحديدا، في فلسطين. هاجر من القدس إلى مصر، وأخذ معه زوجه سارة، فدخل في مصر على ملك طاغية. كان هذا الملك لا تأتيه امرأة إلا أراد أن يفعل بها الفاحشة. فدخل إبراهيم عليه السلام مع زوجه سارة، فتحدث الناس أن دخل إبراهيم بأحسن امرأة من نساء الدنيا، فبلغ ذلك هذا الملك الجبار. فدعا إبراهيم ودعا بزوجه سارة، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلى أنه وارى أو استخدم التورية، لأن هذا الملك من عادته أنه يقتل زوج المرأة التي أراد أن يفعل بها الفاحشة، ويفعل بها ما يريد أن يفعله. فإبراهيم عليه السلام لكي لا يقتل قال أنه أخته، قال عن سارة أنها أخته، وأراد أنها أخته في الإسلام، أخته في الإيمان، ولم يكن على وجه الأرض غيرهما مؤمنين. فهذا الملك عندما دخلت عليه سارة وأراد أن يفعل بها الفاحشة، عصمها الله سبحانه وتعالى، ولها قصة منفصلة لعلها تكون الدرس القادم بإذن الله تعالى. الشاهد أن هذا الملك عندما عصم الله سبحانه وتعالى سارة زوجة النبي الكريم إبراهيم عليه السلام، أرسل هذا الملك هدية مع سارة، وهي من؟ هاجر عليه السلام. أخذت هاجر معها، وهاجر هي وزوجه إبراهيم إلى الشام مرة أخرى، ورجعوا إلى أرض فلسطين. فمكثت فترة سارة لم تنجب من إبراهيم، وبدأت تكبر في السن، وبدأ إبراهيم يكبر في السن، عليكم السلام ورحمة الله، واشتاق إلى الولد. فما كان من سارة إلى أن جلست تفكر ماذا تستطيع أن تفعل لكي تقدم لإبراهيم الولد. فهداها الله سبحانه وتعالى إلى فكرة أن تهدي هاجر إلى إبراهيم يتزوجها لتنجب منه الولد، لأنها علمت أنها عقيم لن تنجب. وبالفعل بعد أن فكرت وبعد أن راقبت هاجر ما عبادتها، ما علاقتها بالله سبحانه وتعالى، هل هي صاحبة صلاة، صاحبة عبادة، صاحبة ديانة تخاف الله سبحانه وتعالى، لأنها ستهديها إلى نبي، ولا ينبغي لنبي من الأنبياء أن يكون زوجه إلا صالحة مستقيمة. فراقبت فترة كيف هي حالها مع الله، تخشى الله أم لا. ثم بعد ذلك لما علمت منها أنها على خير أهدتها إلى إبراهيم. بالفعل تزوج بها إبراهيم ورزقه الله منها إسماعيل. غارت سارة، دبت الغيرة في قلبها كشأن باقي النساء،
وازدادت غيرتها عندما أنجب إبراهيم إسماعيل، ففكرت أن تؤذي هاجر. فأوحى الله إلى إبراهيم أن خذ زوجتك وابنها الرضيع وهاجر بهما إلى مكة بعيدا عن أرض الشام. فتعالوا بنا نقرأ القصة، هي طويلة ولكن نحتسب الأجر ونصطبر، لكنها ممتعة وفيها من الفوائد ما فيها. هذه القصة رواها لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. قال: أول ما اتخذ النساء المنطق. المنطق هو ما يشد على الوسط، يقال المنطقة أو المنطق هو الايه؟ الحزام، ما يشد على الوسط. فأول من اتخذ من النساء المنطق هي أم إسماعيل أي هاجر. وفي رواية في مستخرج الإسماعيلي وذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل، فهي لما اتخذت المنطق ولفت بها وسطها، الذيل بتاع المنطق كان يمشي على الأرض. ولماذا فعلت هذا؟ قال: اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، لكي لا تعرف سارة أين هي، لأنها أرادت أن تؤذيها. ثم بعد ذلك ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، عند مكان البيت الحرام في مكة المكرمة، تحديدا عند دوحة أي شجرة عظيمة فوق زمزم، مكان زمزم، مكان البئر، في أعلى المسجد أي فوق المكان الذي سيبنى عليه قواعد إبراهيم، قواعد المسجد، لأن البيت لم يكن يبنى بعد. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا أي شيء من جلد، آنية من جلد فيه تمر، وسقاء إناء من ماء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، قف أي ولاهما قفاه، يعني ولا راجعا إلى الشام مرة أخرى. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، لا يلتفت إلى جوابها. وهذا دليل على قوله تعالى عندما قال لإبراهيم أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، لأنه أمر الله فلا ينبغي أن يلتفت لأمر الله، هذا أمر الله أمره عليه لن يجبها. ثم قالت سائلة له: الله أمرك بهذا؟ الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. ثم رجعت. هذه الكلمة والله تحتاج إلى سلسلة محاضرات، هذه كلمة في اليقين لم ولن تصدر من قلب إلا امرأة موقنة بالله من أعلى درجات اليقين. تخيل امرأة في صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء ولا أهل ولا مساكن ولا جيران ولا أحد حولها، صحراء جرداء لا تعرف فيها أحد، هي وابنها الرضيع، وباليقين أن جرة الماء ستنفذ، وأن الأخرى التي فيها تمر ستنفذ، فهي على يقين أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها. قالت: إذن لن يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، عند الثنية عند مكان مرتفع بالقرب من بيت الله الحرام، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بهؤلاء الكلمات ثم ولى راجعا إلى الشام. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل،
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء وعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط أي ظهرا على بطن فانطلقت كراهية أن تنظر إليه في هذا الحال وهذه شفقة أي أم بابنها في هذا الحال فانطلقت فوجدت أن الصفا أقرب جبل إليها لأن الإنسان في هذا الحال وفي هذا المكان يبحث عن مكان مرتفع لكي يرى أحد من الناس يستغيث به فقالت فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه صعدت إلى جبل الصفا ثم استقبلت الوادي تنظر إلى الوادي أي تنظر إلى الوادي التي تركت ابنها عنده تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود أي المتعب المجهد من المشوار وأنتم تعلمون جميعا أن هذا السعي متعب ومجهد بين الصفا والمروة حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات انظر واسمع إلى أول بركة الاستجابة والتوكل على الله قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم هذه أول بركة هذا البيت المبارك أن الله جعل هذه شعيرة شعيرة المسلمين إلى يوم القيامة 7 أشواط طافتها هاجر عليها السلام رضي الله عنها جعلها الله لنا فريضة فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا في آخر شوط انتهت عند المروة لما أشرفت وصارت على المروة سمعت صوتا من عند الوليد أي من عند إسماعيل تحديدا فقالت صه وهي فعل اسم فعل أمر يعني أسكت وهي تريد نفسها شوف ابن عباس يقول تريد نفسها أي تحدث نفسها تقول نفسها اسكتي هل هذا صوت فعلا؟ تسكت نفسها ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث تخاطب الذي تسمعه تقول إن كان عندك خير يستغاث به فقد أسمعت فإذا هي بالملك قالوا أن هذا الملك هو جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه أي تجعله في حوض وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف يعني يزداد من هذه وهذه بركة وهذه ثاني بركات هذا البيت المبارك وجعل الماء يفور وقال الشراح تحديدا من تحت قدم إسماعيل قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا أي جاريا ظاهرا لا يتعذر أحد أن يأخذ منه تخيل لو زمزم لو تركته أم إسماعيل كان طاف الأرض كلها من جريانه فلذلك تعجب النبي قال يرحم الله أم إسماعيل قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة أي لا تخاف الضيعة وهذه طمأنينة من الله سبحانه وتعالى لا تخاف الضيعة لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وهذه البشرى والبركة الثالثة لاستجابة أمر الله سبحانه وتعالى وتوكلهم على الله وإن الله جبريل أيضا قال لها وإن الله لا يضيع أهلها لا يضيع أهله وهذه هي خلاصة التوكل على الله الذي صدر منها في سالف الأمر وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية أي كان البيت أصل البيت مرتفعا في مكان مرتفع عما حوله تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة أي كانت أم إسماعيل هاجر على رضي الله عنها ظلت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم وهي إحدى قبائل العرب أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق
كذا فنزلوا في أسفل مكة، من أعلى مكة جاءوا ونزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا. الطائر العائف هو الذي يحوم حول الماء ويحلق حوله، طائر يحوم حول بركة ماء، لأن هذه الطيور في العادة لا تحوم إلا حول مكان فيه ماء. فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، ولعهدنا بهذا الوادي، ولعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. هم هذه القبيلة تعرف أن هذا الوادي ليس فيه ماء في العادة، ولكن هذا الطائر يحوم هذا بهذه الطريقة، إذا هنالك ماء. فأرادوا أن يتأكدوا، قال فأرسلوا جريا أو جريين، الجري هو الرسول، يعني أرسلوا رسولا أو رسولين. فإذا هم بالماء فعلا، رجعوا لهم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. يعني أنا مصدقت لقيته. لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. ألف يعني وجدت وصادفت من ذلك أنسا في نفسها، صادفت وجدت يعني بغيتها، وهي كانت في أرض صحراء ليس فيها إنس ولا شيء، فلما رأت هؤلاء القوم من جرهم صادف أنسا من نفسها وهي كانت تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب يعني بنوا هناك بيوت في هذا الوادي واستقروا فيه، وشب الغلام اللي هو من؟ إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وتعلم العربية منهم. قال الشراح في هذا دليل أن لسان أبويه إبراهيم عليه السلام وأمه هاجر لم يكن عربي، لم يكن عربي. هذا قول، نعم، لأن إبراهيم حتى في القصة القادمة إن شاء الله لما ذهبوا إلى الطاغية في مصر قال أهدوها آجر، وآجر بالسريانية هي هاجر، تمام. فقالوا أن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية هناك من قبيلة جرهم، فلما علموه العربية صار أفصح من تكلم بها، وصار هو أبو للعرب. فشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم، يعني صار أنفسهم وصار عندهم نفيسا ومرغوبا فيه، وأعجبهم حين شب. فلما أدرك يعني أدرك سن الزواج زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. إلى هنا انتهى دور المرأة الصالحة، هذه المرأة المباركة الصالحة انتهى دورها وبقي أثرها وخلد الله ذكرها إلى يوم القيامة. فجاء إبراهيم من الشام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. التركة هو الشيء المتروك، إنسان يموت ويترك خلفه أشياء، من ضمن هذه التركات الولد. يطالع تركته أي يطالع إسماعيل عليه السلام يتفقد حاله، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا شيء يعني نعيش عليه. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر ونحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. فعلم إبراهيم عليه السلام أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة نبي، لأن الله يهيئ إسماعيل أن يكون خليفة لأبيه نبيا رسولا، فلا تصلح هذه المرأة الشكاية أن تكون زوجة لنبي يعد قاده ويعد ويكون هو قدوة للناس. فماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ فشكت إليه فقال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، ثم مشى وتركها. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، آنس شيئا يعني أبصر شيئا غريبا، يعني كأنه رأى أثر بركة أبيه، بركة قدوم أبيه كان هنا. فسألها قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال
ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وزوج منهم تزوج منهم امرأة أخرى، لأن الكبار لا يصلح لهم إلا امرأة صالحة ترضى بما قسم الله لها. فلبث عنهم إبراهيم، يعني ظل مدة لم يأتهم. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده مرة ثانية، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، يعني لم يكونوا يعرفوا الحب يومئذ، ولو كان لهم دعا لهم فيه، لو كان عندهم حب لدعا لهم أيضا بالبركة إبراهيم عليه السلام. قال فهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وهذه البركة الرابعة من بركات هذا البيت المبارك، المستجيب لأمر الله، المستسلم لأوامر الله. يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتصار أهل مكة على اللحم والماء فقط لا يضر أبدانهم، في حين أن غير أهل مكة لو اقتصروا على اللحم والماء يضرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه يسبب ضرر. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، وأمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا، جاء المرة الثالثة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يبري نبلا. النبل هو السهم، هو السهم في ذلك الوقت، السهم عند العرب كان ليس له نصل ولا ريش، كان يبري نبلا لأنه كان راميا كما سنعلم. إسماعيل عليه السلام كان راميا جيدا، كان يبري له نبلا تحت دوحة، يعني شجرة عظيمة قريبا من زمزم. قال الشراح أن هذه نفس الشجرة التي تركهم عندها وهو رضيع. فلما رآه قام إليه إسماعيل فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي من المعانقة والتقبيل. بعد كام سنة لاقى أباه، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. وهو ابن من؟ ابن أمه، ابن هاجر عليها السلام رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت راضية وقالت إذن لن يضيعنا. قال له ابنه إسماعيل اصنع ما أمر الله أو اصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة، يعني مكان مرتفع، أكمة مرتفعة على ما حولها. قال عند ذلك رفع من البيت القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. إسماعيل ناوله الحجارة وإبراهيم يرفع القواعد، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، أي المقام المعروف، مقام إبراهيم الذي انغمست فيه رجلا إبراهيم عليه السلام، ونحن اليوم نتخذه مقام ونصلي خلفه بعد الطواف. حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه نهاية القصة الماتعة الجميلة. تعالوا سريعا نلخص الفوائد والعبر والعظات التي في هذه القصة. أولا، هذه القصة فيها معلومات وحقائق لم يكن لنا أن نعلمها إلا عن طريق الوحي كما أخبرنا في بداية الدرس. هي معلومات عن الآباء الكرام، عن أبو الأنبياء إبراهيم وعن ابنه إسماعيل أبو العرب وأبو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو الجد.
وعن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين أي عبد الله الذي فداه أبوه بمئة من الإبل عبد المطلب والذبيح الآخر وهو إسماعيل على الصحيح. وعن نشأة المدينة المقدسة وعن بناء بيت الله الحرام العتيق أول بيت وضع للناس. ثانيا استجابة إبراهيم لأمر الله في إسكان ابنه وزوجه في ذلك المكان على الرغم من صعوبة الأمر عليه، وقد يكره العبد أمرا والخير فيه، وقد سمعنا من الخيرات والبركات قرابة الأربع بركات ويزيد عن ذلك أيضا بكثير بركات استجابة أمر الله سبحانه وتعالى وتركهما في هذا المكان، وقد يحب أمرا وهو شر له. يعني إسماعيل إبراهيم عليه السلام ترك هذا الولد الذي انتظره بعد سنين وهو رضيع وأمه لا حول لها ولا قوة في ذلك المكان، فكم كان الأمر صعبا على إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك استجاب لأمر ربه. حفظ الله لأوليائه ورعايته لهم كما حفظ هاجر وإسماعيل عندما تركهم، وأيضا فيه الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وأنه لا ينافي الأخذ بالأسباب وسعي العبد في مصالحه، فقد بحثت هاجر عما يحفظ عليها وعلى ولدها حياتهما على الرغم من استسلامها لأمر الله سبحانه وتعالى. خامسا قدرة الله تعالى على إخراج الماء من الصخر الأصم كما أخرج ماء زمزم المبارك، زمزم لما شرب له، وهو بعض العلماء من السلف كان يشرب زمزم بنية أن يكون عالما، وبالفعل يعني أثر عن بعض العلماء أنه كان يشرب زمزم بهذه النية وصار عالما من علماء المسلمين. سابعا أو سادسا رعاية الأب لولده ونصحه لما يراه أو بما يراه خيرا له، فقد كان إبراهيم يرحل لابنه مرة وراء مرة، وتعرفون الرحلة من الشام إلى مكة ليست بهينة، رحلة شاقة جدا، ومع ذلك هاجر إليه ثلاث مرات بعد يعني بعد الهجرة الأولى لكي يتطلع أحواله ويتفقد أحواله، وذلك الأب الشفيق الرحيم بأولاده الذي يهتم بمصالح أولاده ويوجهه لما فيه صلاحه، ومن ذلك أيضا جواز دخول الأب بيت الابن دون أن يكون موجودا في البيت. سابعا التبرم بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أخلاق الصالحين، فقد كره إبراهيم تبرم زوجة إسماعيل بعيشها وشكواها من صعوبة العيش، أما الصبر على قلة الزاد وشكر الله على ما أنعم به فهو من أخلاق الصالحين، لذلك حمد إبراهيم زوجة إسماعيل الراضية الشاكرة. ومن هنا يأتي الحظ والحث من الشريعة على التمسك بالمرأة الصالحة التي ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقسمة الله سبحانه وتعالى وتقلل الشكوى. استحباب دعاء الصالحين بالبركة في الطعام والشراب كما دعا إبراهيم بالبركة في اللحم والماء لسكان مكة المكرمة جميعا. تاسعا إبداء مشاعر الفرح والسرور عند لقاء الأحبة، ولا يكون اللقاء عندما تلقى حبيبا لا يكون اللقاء لقاء جافا، ولكن يكون اللقاء لقاء فيه إظهار للفرح والسرور والتعبير عن ذلك بالمظاهر المناسبة كما فعل إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. كان إسماعيل راميا ماهرا حاذقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لأصحابه يوما ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. التعاون بين الأقارب في فعل الخيرات كما أعان إسماعيل أباه في بناء البيت، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا بر إسماعيل بأبيه، فقد استجاب لأمر أبيه في تطليق زوجته الأولى وإمساك زوجته الثانية. وإذا كان الأب هنا مسألة، هل يجوز للأب أن يأمر ابنه بطلاق البنت أم لا؟ ننظر، إذا كان هذا الأب صاحب وزن شرعي، يعني ذا مقاييس إسلامية، يعني رجل دين يقول لابنه طلق هذه البنت من ناحية شرعية وهو رجل فاهم ما يقوله، عند ذلك يجوز، وإلا فلا يجوز للابن أن يفعل هذه الفعلة إلا إذا كان فعلا لأبيه وجهة نظر شرعية صحيحة سليمة، فلا يجوز حينها مخالفة أبيه. وفعلها ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال له عمر بن الخطاب أن يطلق إحدى نسائه، ولكن هو عمر. وقال العلماء من بعد ذلك إذا كان الأب يعني يقصد وجهة نظر شرعية صحيحة ورجل له ثقل وفاهم ما يقوله، فلا يجوز له أن يخالف أمر أبيه. وأخيرا إسماعيل عليه السلام والد العرب المستعربة،
وقد صح في الحديث أن إسماعيل هو أول من فتق لسانه بالعربية المبينة وهو ابن 14 سنة، كما سمعنا في الحديث كان شابا وتعلم عند جرهم العربية. هذا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأطلنا